بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. في البدايه بتقدم بخالص التعازي للكابتن احمد شوبير نجم الاهلي السابق والاعلامي الكبير في وفاه شقيقه الاستاذ عصام شوبير. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم الاهل والاسره الصبر والسلوان. زي ما احنا شايفين كان النادي الاهلي ومجلس ادارته يعني تقدموا بخالص التعازي للكابتن احمد شوبير في وفاه شقيقه ربنا يرحمه.